الجزائر تسير على النهج السليم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز أمنها الغذائي. مجلة الجيش في افتتاحيتها لعددها الأخير تحدثت عن الإنجاز الكبير المحقق في قطاع الفلاحة، إدراكا منها أن الأمة التي لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع هي أمة مرهونة القرار محدودة السيادة، أو التي السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية أهمية بالغة للشق الاقتصادي والتنموي، لا سيما قطاع الفلاحة. مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي تشهد حركية كبيرة، سواء تعلق الأمر بقطاع الصناعة أو الطاقة والمناجم أو المؤسسات الناشئة أو غيرها، من خلال إطلاق العديد من المشاريع الكبرى على غرار مشروع خارج بلاد الذي أصبح حقيقة ولم يعد مجرد حلم، ومشروع السكة الحديدية تندف بشور الذي شرع في إنجازه، ومشروع إنشاء أكبر مزرعة في العالم لإنتاج الحليب مع القطريين، إلى جانب تشجيع وتسهيل الاستثمار مع إلى عناية خاصة بالشباب. الأمن هو الركيزة الأساسية لبناء دولة مستقرة ومتطورة ومزدهرة تحقق الرفاه لشعبها في جو من الانسجام الداخلي والتكيف الدائم مع المحيطين الإقليمي والدولي. في خضم هذا التطور الذي تشهده بلادنا على مختلف الأصعدة والمستويات نحو غد أفضل وآفاق أرحب، علينا أن ندرك أن الجزائر هي وطننا الذي لا وطن لنا سواه. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.